مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فني لا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، مجد اتبنى في سنين طويلة متعب بإيديك وضدنا. الأهلي هو الأهلي علشان متسبب، وفي كل وقت يعلي دايما في السماء رايد بلادنا. نادي المبادئ والمثال للاحترام، ومش مجرد نادي يعني والسلام ده بألف معنى. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم وتغطية خاصة هنا من قناة النادي الأهلي لاحتفال النادي الأهلي باليوبيل الفضي، مرور 25 سنة على افتتاح المرحلة الأولى وافتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. هذا الصرح الرياضي الكبير والذي افتتح عام 1993 وتحديدا يوم 28 أكتوبر عام 1993 بعد 25 سنة بنحتفل بهذا الصرح الرياضي الكبير، وكان أول صرح رياضي وبداية باكورة فروع رياضية لنادي كبير مثل النادي الأهلي. وبالتأكيد أصبح النادي الأهلي من الأندية الكبيرة سواء اجتماعيا أو رياضيا من خلال فتح العديد من الفروع، والبداية كانت من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ثم من خلال محافظة القاهرة والتنسيق عبر مجالس إدارات النادي الأهلي المتعاقبة، إلى أن وصلنا إلى هذا الشكل الحضاري الجميل جدا لمنشآت رياضية يفتخر بها كل أهلاوي وتفتخر بها عائلة النادي الأهلي من خلال منصات كثيرة جدا، سواء داخل مقر النادي بالجزيرة أو الصرح الرياضي الكبير في فرع مدينة نصر اللي بيتسع لأكثر من حوالي 51 فدان، عبارة عن ملاعب تدريب وملاعب كرة قدم وحمام سباحة أولمبي، مبنى اجتماعي تاريخي فيه تراث كبير جدا للنادي الأهلي، وأيضا كمان ملاعب تنس ومكتبة تاريخية افتتحت في المرحلة الأخيرة من فرع مدينة نصر في عام 2003. النادي الأهلي بالتأكيد بيحتفل في هذه المناسبة في ظل احتفالات كثيرة جدا في التوقيت الحالي للنادي الأهلي، احتفالات بدأت منذ اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي في أواخر شهر سبتمبر الماضي، انتصارات الفرق الجماعية في النادي الأهلي وتحديدا فريق كرة القدم اللي وصل لنهائي إفريقيا والمواجهة المرتقبة اللي بينتظرها الجميع إن شاء الله أمام الترجي التونسي أوائل الشهر القادم، الذهاب في القاهرة يوم 2 نوفمبر والعودة في رادس يوم 9 نوفمبر. ثم كمان استكملت هذه الاحتفالات بتوقيع عقد رعاية تاريخي كمان خلال الفترة الأخيرة، عقد رعاية تاريخي كبير جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، وكان عقد رعاية مهم جدا الكل بيحتفل به حتى هذه اللحظة، سواء عقد الرعاية الخاص بالنادي الأهلي أو عقد الملابس. وتستكمل هذه الاحتفالات بالنهاردة كمان النادي الأهلي مع الشرقة الراعية احتفال بتوقيع عقد الرعاية، والاحتفال من خلال هذا التعاقد بأول احتفالية بتقام في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر بعد مرور 25 سنة والاحتفال باليوبيل الفضي. عائلة النادي الأهلي بالأمس بدأت الاحتفالات في فرع النادي بمدينة نصر، ولأن عائلة الأهلي واحدة النهاردة أيضا الاحتفال هيكون في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وغدا بإذن الله أيضا انتظروا احتفالية أخرى هتكون في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وده حرص مجلس إدارة النادي الأهلي أن كل داخل النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي تحتفل بهذه المناسبة في كل فروع وفي مقر النادي الرئيسي، لأنه حدث تاريخي مهم جدا بعد 25 سنة بنحتفل بهذا الصرح الرياضي الكبير اللي أيضا كمان خلال الفترة القادمة عنده إنشاءات وعنده مراحل مهمة كمان هنفتتحها خلال الفترة القادمة بشكل يعبر كمرحلة إنشائية عن الشكل الجميل والشكل الرائع للنادي الأهلي، سواء في تغيير الأسوار أو حتى في تغيير البوابات. الفكرة كمان أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان بالأمس عندهم اجتماع مجلس إدارة مهم جدا، وكان حريص المجلس أن يكون الاجتماع وسط عائلة الأهلي في فرع النادي بمدينة نصر، وأن يكون اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بالأمس يكون في فرع النادي بمدينة نصر احتفالا أيضا باليوبيل الفضي لهذا الفرع الكبير اللي بالتأكيد فكرته بدأت من منتصف السبعينات من خلال الفريق عبد المحسن كامل مرتجي للسعي للحصول على فرع جديد وأرض جديدة، ثم تبلورت الفكرة من خلال مجالس متعاقبة إلى أن وصلت بشكل أساسي وتنفيذ على أرض الواقع وبدء تسوية الأرض والشغل فيها على أرض الواقع في مجلس الكابتن صالح سليم في أوائل التسعينات، ثم افتتاح المرحلة الأولى عام 93 في تاريخ 28 أكتوبر بملاعب تدريب
وملاعب كبيره جدا وملاعب تنس وملاعب تنس طاوله، ثم المرحله الثانيه مجمع حمام سباحه اولمبي، ثم المرحله الثالثه بالمكتبه التاريخيه داخل فرع مدينه نصر، ثم توالت الفروع فرع الشيخ زايد وفرع التجمع الخامس باذن الله خلال الفتره القادمه. النهارده برنامجنا في تفاصيل كثيرة جدا، بالتأكيد هيكون معانا زميلنا أمير هشام كمان هناك من الجزيرة لتقديم باقي فقرات الحفل. النهاردة عندنا كمان المطرب أحمد جمال هيحيي الفقرة الرئيسية الأخيرة، الفقرة الفنية في فرع النادي الأهلي أو في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وأيضا عندنا كمان جزئية مهمة جدا النهاردة، شبكة مراسلنا النهاردة في الجزيرة محضر لنا حاجات كثيرة، وعندنا لقاءات أجريت بالأمس في فرع النادي بمدينة نصر. عندنا النهاردة تغطية خاصة شاملة ووافية لكل هذه التفاصيل، لأن الأهلي بالتأكيد بيعتمد على الثقة والطموح والتحديات، مبادئ تاريخ تطوير للوصول لكل هذه الأهداف من أجل عائلة الأهلي وجماهير النادي الأهلي الحبيبة. لكن في هذه اللحظة محتاج أروح إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة ونشوف بدء فقرات الحفل بالتأكيد مع زميلنا أمير هشام. كل أعضاء النادي الأهلي و كل جمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا من خلال شاشه قناه النادي، واكيد انا فخور جدا ومبسوط ان انا متواجد ما بين عيلتي والنادي بتاعي اللي انا اتولدت فيه يعتبر واحد ابنائه. النهارده اكيد احتفال النادي الاهلي واعضائه بمرور 25 سنه على انشاء مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وده اكيد شيء يدعو الفخر بالنسبه لكل الاهلاويه بشكل عام ان شاء الله. او ده ما كانش كمان اخر فرع النادي الاهلي، كان في كمان فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، وان شاء الله كمان هيكون في فرع اخر وهو في التجمع الخامس قريبا جدا ان شاء الله، علشان دايما النادي الاهلي يخدم كل اعضائه بالشكل المطلوب. النهارده الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 سنه على انشاء مقر النادي الاهلي في مدينه نصر شيء جيد اكيد، وان شاء الله النهارده هيكون في العديد من الفقرات اللي هتكون بتسعد كل اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا النهارده. بصراحه في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي، ممكن يكون عشان النهارده اجازه او حاجه، بس ده شيء جيد وكويس جدا ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق دايما لكل الاهلاويه وكل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. مش هتكون اخر حفله ولا حاجه، احنا لسه عندنا ان شاء الله هيكون في حفلات. طبعا مستمرين معاكم في التغطيه الى ان يعود زميلنا امير هشام من مقر النادي الاهلي بالجزيره لمتابعه هذه التغطيه الخاصه في احتفاليه عائله الاهلي باليوبيل الفضي بعد مرور 25 سنه بالتاكيد. طيب اللايف جاهز معنا؟ طيب نروح لامير هشام من الجزيره نشوف النهارده فقرات الحفل والتقديم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ان شاء الله يكسب بطوله دوري ابطال افريقيا، كله يقول يا رب طبعا، شيء اكيد مهم بالنسبه لنا كلنا. وكمان عندنا فريق كره اليد بيشارك ايضا في بطوله دوري ابطال افريقيا في كوت ديفوار، ماشيين بشكل جيد اعتقد وصلوا نصف النهائي. ان شاء الله الفريقين دول يقدروا يساعدوا كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي عشان يكون في حفلات دايما مستمره. النهارده الحفله عملها لنا شركه برزنتيشن راعي النادي الاهلي، واللي يمكن مؤخرا قدرت ان هي تفوز برعايه النادي الاهلي، وده اكيد فخر في حد ذاته ان اي حد ينتسب لاسم كبير جدا بحجم اسم النادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق وكل الفرحه دايما لاعضاء النادي الاهلي خلال الفترات العديده المقبله. كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، مستمرين ان شاء الله من خلال الحفله والعديد من الفقرات. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين في الصوره احتفالات النادي الاهلي اللي بتتواكب مع احتفالات الاهلي مع الشركه الراعيه للنادي الاهلي شركه برزنتيشن سبورت، اللي بالتاكيد خلال الفتره الاخيره بقول لكم بنعيش حدث استثنائي وشكل مختلف تماما. عائله النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي سعيد بالشكل اللي احنا شايفينه في الفتره الحاليه، في انتصارات ليست فقط في داخل الملعب، لكن ايضا في انتصارات معنويه جمهور النادي الاهلي بيشعر بيها بشكل كبير جدا، وفي انتصارات كمان الناس بتحس بيها على التاريخ وعلى المستقبل بالنسبه للنادي الاهلي. في مساله لائحه النظام الاساسي، اصبح للنادي الاهلي لائحه خاصه به بتحكم النادي الاهلي من خلال جمعيه عموميه اقرت هذه اللائحه، عقد رعايه من خلال النادي الاهلي شاف تاريخ النادي الاهلي وشاف مستقبل النادي الاهلي ازاي تقدر تحميه للمرحله القادمه، وازاي تقدر تجيب عقد رعايه
يوفر موارد مالية مهمة جدا للصرف على قطاع كرة القدم والنشاط الرياضي وكل الأنشطة الاجتماعية خلال الفترة القادمة. عقد ملابس محترف بشكل يعني غير مسبوق مع شركة إنجليزية محترفة جدا، شركة أومبرو. فبالتالي في تفاصيل كثيرة خلال الفترة الحالية، بنعيش أحداث استثنائية، وبتستكمل هذه الأحداث بقى بفرحة كرة القدم لما بتوصل إن شاء الله لنهائي إفريقيا. لكن الفرحة الكبيرة بإذن الله هتكتمل لما نفوز بالكأس الأفريقية على حساب الترجي التونسي. أيضا الاحتفالات بتنتقل كمان كما هو المستوى الرياضي أو مستوى التسويق أو الموارد المالية، أيضا كمان بتحتفل مع عائلة الأهلي والنشاط الاجتماعي وعضو النادي الأهلي بشكل خاص. احتفالية 25 سنة أو بعد مرور 25 سنة واليوبيل الفضي على إنشاء الفرع النادي الأهلي بمدينة نصر وأول فرع من فروع النادي الأهلي وبقورة فروع كثيرة، فرع الشيخ زايد وفرع 6 أكتوبر ثم فرع التجمع الخامس، لكن تحديدا فرع مدينة نصر كانت ليه قصة كبيرة. قلت لكم القصة بدأت في منتصف السبعينات وتحديدا في مارس عام 76 عندما جاءت الفكرة من خلال مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي مع الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، ثم حديث مع واجتماعات مع محافظ القاهرة لتخصيص قطعة أرض فضاء للنادي الأهلي في مساحة معينة. للفكرة كانت كمان في البداية بناء استاد للنادي الأهلي، يعني فكرة بناء الاستاد كمان كانت من خلال مجالس متعاقبة في السنوات السابقة، بناء استاد وملاعب رياضية ومدينة اجتماعية لعضو النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي. ثم تطورت الفكرة بعد تنفيذ وأخذ مساحة جيدة جدا حوالي 51 فدان في مدينة نصر وفي منطقة مميزة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالقرب كمان من استاد القاهرة الدولي. بدء العمل بقى والتنفيذ على أرض الواقع بعد توفير الموارد المالية اللي تقدر من خلالها تعمل ملاعب تدريب متميزة، تنشئ كمان مبنى اجتماعي يعبر عن تاريخ وعراقة النادي الأهلي، تحدد شكل الأسوار، تعمل شكل متميز، حمام سباحة أولمبي، وبيتميز حمام السباحة الأولمبي كمان بوجود ثلاثة حمامات سباحة بجواره لكل الأعمار السنية، ثم ملاعب تنس أرضي، ثم ملاعب تنس طاولة، ثم مكتبة تاريخية. الجزء الثقافي وده اللي بيعول عليه وبيهتم بيه عضو النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي في جزئية الثقافة تحديدا، لأن الثقافة جزء من تاريخ النادي الأهلي. بالامس زي ما انتم شايفين كمان واحنا بنتكلم عن الثقافه جزء من تاريخ النادي الاهلي ومكتبه الاهلي، كانت المرحله الاخيره في فرع مدينه نصر وافتتحت عام 2003 او تحديدا يوم 14/7. بالامس كمان شفنا الحفل الفني قدامنا في الصوره قدامكم، يمكن الفنان عصام كاريكا كان متواجد بالامس وكان الفقره الفنيه الرئيسيه امبارح والختام الفقره الفنيه مع عضو النادي الاهلي في مدينه نصر، لان الجزء اللي انت بتشتغل عليه جزء اجتماعي زي ما جزء اجتماعي ثقافي رياضي ايضا الجزء الفني، وبتلبي طموحات الاعضاء في المسائل ديت. فبالتالي بتختتم يعني بيختتم الشكل امبارح في مدينه نصر بهذا الحفل الفني لعصام كاريكا، اللي بالتاكيد امبارح زي ما احنا شايفين في الصوره يوم الخميس امبارح كان يوم بالتاكيد مشهود في مدينه نصر، وكان في زحام كبير جدا من كل الناس، يعني رجال سيدات شباب اطفال، الكل كان حريص امبارح ان هو يحتفل بمرور 25 سنه واليوبيل الفضي على هذا الصرح الرياضي الكبير. فامبارح كانت الفقره الفنيه لعصام كاريكا و كان فيها تجاوب كبير جدا من عضو النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي تحديدا الشباب والبنات والاطفال ان هم كمان يتفاعلوا مع الاغاني اللي امبارح كانت في مدينه نصر، والكل كان سعيد بهذا الشكل الحضاري جدا في فرع النادي بمدينه نصر. قلنا في بدايه عام 89 بدات عمليات التسويه والتجهيز لارض النادي الاهلي في مدينه نصر، واستمرت حوالي 4 سنوات أو 3 سنوات و10 شهور إلى أن افتتحت المرحلة الأولى يوم 28 أكتوبر عام 93. لم تتوقف عند هذا الحد، لكن البعض كمان كان بيحاول قدر الإمكان أن يتسع في مشروع القرن وقتها، لأن كان مشروع القرن العشرين وقتها كمان فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وانت داخل على القرن الواحد وعشرين وعلى مشارف القرن الواحد وعشرين. فبالتالي انت كنت محتاج عشان تطل على مرحلة القرن الواحد وعشرين اللي انت كمان تقيم عدد من المشروعات داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، سواء مبنى اجتماعي تاريخي يعبر عن تراث النادي الأهلي، وأول ما تدخل من باب النادي الأهلي كده من ناحية شارع حسن مأمون بتلاقي المبنى الاجتماعي الكبير من خلال دورين بتشوف بقى فيه وانت داخل تراث النادي الأهلي، المساحة الإجمالية لفرع النادي بمدينة نصر، المكت المتعلق كمان بمساحة الملاعب، حمام سباحة أولمبي، ملاعب لقطاع ناشئين، ملعب رقم 4 لمباريات فريق الشباب، ثم كمان ملاعب متعلقة بتنس الأرضي، وأيضا كمان الجزء المتعلق كمان بالملاعب الخاصة بالصالة، ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطايرة، ثم كمان المكتبة الرئيسية في آخر جزء خالص في فرع النادي الأهلي مدينة نصر، هذه المكتبة التاريخية اللي افتتحت عام 2003 وتحديدا يوم 14 يوليو عام 2003، واللي الكابتن حسن حمدي أثناء افتتاح هذه المكتبة اتكلم إن قال مقر مدينة نصر من أنجح التجارب في التوسع بالنسبة للأندية المصرية.
يمكن كانت كلمة مهمة جدا، وقال الكابتن حسن إن ده نتاج تواصل وعطاء بين أجياله ورؤسائه، وأنفق عليه لتأسيس هذا المكان مبالغ مالية كبيرة جدا لكي تهدم أو يعني تخدم في النهاية عضو النادي الأهلي والقطاعات الرياضية والاجتماعية والثقافية داخل النادي الأهلي، لأن الأهلي يعني بيشتغل في هذه الملفات من ناحية الأحلام والطموحات. الأحلام لن تتوقف والطموحات مستمرة لما هو قادم. وبالفعل بعد أرض مدينة نصر ما اشتغلنا عليها والكل شاف الصرح الرياضي الكبير اللي بيتسع لمساحات كبيرة جدا رياضية، كل شاف كمان بقى الإنجازات بعد كده وفي مراحل متعاقبة، أرض الشيخ زايد في أكتوبر والتوسع اللي موجود فيه والشغل اللي شغال في فرع الشيخ زايد بشكل كبير جدا، ثم انتقلت كمان للتجمع الخامس، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة هيكون فيه شغل فيه على قدم وساق عشان نشوف في الآخر شكل مختلف تماما لفروع النادي الأهلي والمقر الرئيسي مقر الجزيرة. امبارح في مدينة نصر زي ما ذكرت كان فيه حضور كبير جدا لعضو الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي يوم الخميس بالأمس للاحتفال باليوبيل الفضي، لكن كان عندنا امبارح لقاءات مهمة جدا مع أعضاء النادي الأهلي عشان نسمع ونشوف منهم رأيهم في الاحتفالية اللي أقيمت بالأمس، وأيضا كمان مرور 25 سنة على اليوبيل الفضي لاحتفال النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، كيف رأوه وما هي طموحاتهم كمان للمرحلة القادمة. تقرير نطلع نشوفه ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. اليوم كان جميل الصراحة، ويوم 25 سنة على إنشاء النادي الأهلي مدينة نصر، فكان يوم مختلف فعلا، وإحنا جيت النهاردة بالصدفة يعني، فصراحة يوم جميل، ودايما النادي الأهلي معودنا دايما على المفاجآت يعني. النادي جميل وناسهم لطاف وناس مهذبين، نادي أهلي عايز ايه غير النادي الاهلي. يوم جميل جدا جدا بصراحه، ما كناش متوقعين اليوم يبقى ظريف كده اهو. لا يوم حلو قوي يعني. يوم حلو قوي ونادي حلو، كل الناس هنا اعضاء حبه، كل اعضاء هنا حبه، كل النادي صحابه وحبه قوي قوي، وعم حمود صاحب النادي حبه قوي قوي، وكل النادي التيشيرت الاحمر ده شكلك علاوه جامد جدا. طبعا جميل جدا وكل حاجه كويسه الحمد لله، واحنا مع الكابتن الخطيب وربنا معاه يا رب، واحنا مبسوطين بيه جدا، وربنا يديله الصحه ويقويه ويخليه لينا ويخلي النادي الاهلي والافرع كلها يا رب. الاول كنا لما بتحصل اي احتفال او تجمع كبير في النادي كنا ما بنلاقيش مكان نقعد فيه، وكان في عجز كبير جدا في الكراسي، و لما جه الكابتن الخطيب بصراحة أضاف حاجات كتير جدا، منها الفاسيليتيز اللي بنستخدمها في النادي، الشاشات اللي اتحطت، شاشات العرض بقى فيه تنظيم أكتر. الحمد لله كان يوم حلو جدا، وإحنا كنا مبسوطين وقضينا يوم حلو، وطالما إحنا شايفين أولادنا مبسوطين ما إحنا كمان مبسوطين يعني، فلا الحمد لله كان يوم حلو، والنادي الحمد لله يعني من أحسن لأحسن. فرق كبير، فرق عظيم، ادي له عمر وبرضه قالي اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم الفرحه امبارح كانت في مدينه نصر، وانا امبارح كنت موجود في فرع النادي بمدينه نصر، الفرحه كانت كبيره جدا. عضو النادي الاهلي وتحديدا كمان انا عايز اركز على صغار السن، امبارح الناس اللي موجوده وشفتوا في التقرير في اطفال كانوا موجودين، فكره انك بتعرف كمان العضو الصغير او الطفل اللي موجود في النادي تاريخ ناديه، وانك سنه 93 افتتحت الفرع ده اللي انت شايفه بالشكل الجمالي ده بالمساحه الكبيره دي، ده بيرسخ جوه ذهن الطفل حتى بعد لما يكبر الانتماء للمكان، الانتماء للنادي، الانتماء لهذا الفرع، الانتماء لهذا المكان، الانتماء للنادي الاهلي. دي الجزئيات الصغيره اللي ممكن تعدي على البعض، لكن النادي الاهلي بيركز جدا في الجزئيات الصغيره دي، وعائله النادي الاهلي او برنامج عائله النادي الاهلي دايما هو بيتكلم، او وانت بتقرا هذا البرنامج بتشوف الجزئيات الصغيره دي، ازاي انت بتهتم عضو النادي الاهلي او عائله الاهلي من اول صغار السن الطفل الصغير لغايه لما توصل الى اكبر واحد في عائله النادي الاهلي او في الاسره اللي موجوده داخل النادي الاهلي بمدينه نصر. واحنا بنتكلم كمان على فرع مدينه نصر، يمكن لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي تم اعتمادها يوم 28 سبتمبر الماضي في جمعيه عموميه كانت تاريخيه في مقر النادي بالجزيره،
من احدى بنودها ان فرع مدينه نصر بيعامل معامله النادي الاصل في اللائحه، ووفقا للائحه النظام الاساسي الجديده التي وافقت عليها الجمعيه العموميه للقلعه الحمراء في 28 سبتمبر الماضي، ان فرع مدينه نصر يعامل معامله النادي الاصل. وهذا البند كان حريص جدا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان يضعه ضمن بنود لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي التي تم اعتمادها بشكل رسمي وبشكل اساسي، وننتظر باذن الله خلال الفتره القادمه نشرها في الوقائع المصريه. فرع مدينة نصر قلنا كانت فيه مراحل عديدة جدا، مراحل إنشائية مختلفة عشان في الآخر تطلع بالشكل اللي احنا شفناه دلوقتي. المرحلة الأولى وانت بتتكلم وانت على مشارف القرن الواحد وعشرين أو تحديدا سنة 93، بتتكلم على مساحة كانت صغيرة وقتها، كانت مساحة 10 فدان عشان تقدر تنجز عدد من المشروعات في بداية هذا الفرع وهو بيفتتح أمام الأعضاء. مبنى اجتماعي، حديقة للأطفال، 4 ملاعب للتنس، ملعبين لكرة اليد والكرة الطائرة. بالتالي ده كان جزء وانت بتبدأ فرع مدينة نصر. والسنوات كده بتمر علينا بنفتكر أيضا بداية فرع الشيخ زايد. فرع الشيخ زايد كان بادئ بنفس الشكل، مبنى اجتماعي أو مبنى إداري للموظفين والعاملين داخل النادي الأهلي مع تخصيص جزء اجتماعي لعضو النادي الأهلي في الشيخ زايد، ثم ملاعب خماسي وملاعب تنس طاولة وأيضا كمان ملاعب لكرة اليد وكرة الطائرة وصالات كاراتيه، ثم مبنى اجتماعي وتوسعة بشكل كبير جدا للحدائق الأطفال داخل فرع الشيخ زايد. ثم في المرحلة الثانية كان افتتاح المجمع السباحة الأولمبي في الشيخ زايد. المشهد بيعيد نفسه بعد 20 سنة وبعد 30 سنة وانت بتفتتح مدينة نصر وبتفتتح الشيخ زايد. ثم المرحلة الثانية، عضو النادي الاهلي او عضو اي نادي بالتاكيد وانت داخل على نادي لازم يكون فيه مجمع سباحه ولازم يكون فيه صالات جيم وصالات كاراتيه، بالتالي عشان تلبي طموحات العضو اللي حابب ان ابنه يلعب في العديد من الالعاب. والنادي الاهلي بيتميز ان عنده مش لعبه ولا 2 ولا 10، انت بتتكلم في حوالي 19 لعبه واكثر كمان داخل النادي الاهلي بتلبي كل القطاعات الرياضيه وطموحات كل القطاعات الرياضيه اللي بتطلع منها او صناعه البطل بالتاكيد بيكون طالع من النادي الاهلي. المرحله الثانيه شهدت مجمع سباحه اولمبي، ثم صاله كاراتيه، صاله جمباز، تنس طاوله، جيمنيزيوم وعلاج طبيعي، وغرف خلع ملابس. وكان الحرص، ودي صوره زي ما انتم شايفين، دي صوره لايف دلوقتي حاليا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، واحنا بنتكلم عن الاحتفالات واحتفالات عائله الاهلي باليوبيل الفضي لفرع مدينه نصر. دي الصوره وده الشكل اللي احنا شايفينه النهارده يوم الجمعه، سهره مهمه جدا كمان والكل بيكون حريص موجود في مقر النادي في الجزيره. خلاص بعد قليل ان شاء الله هيكون الفقره الرئيسيه والفقره الفنيه مع المطرب احمد جمال. في جزئيه كمان عايز اتكلم فيها، واحنا بنشهد مقر النادي الجديد وقتها في مدينه نصر، مجلس إدارة النادي الأهلي وقتها في التسعينات ما كانش بيفكر بس إزاي يفتتح فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، لا الفكرة كانت رايحة كمان إنك وإنت بتجهز فرع النادي الأهلي بمدينة نصر كان عندك بعض الأعمال الإنشائية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. في التوقيت ده أنت كنت بتحضر لشكل وصرح رياضي مهم جدا، صالة الأمير عبد الله الفيصل. من الصالات الرياضية اللي كانت مهمة عشان تفتتح شكل جديد جدا ومنظر رائع جدا لصالة رياضية بيتعب فيها أحداث ومناسبات مباريات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمساحة لحوالي 2200 أو 2800 متفرج هيكونوا حاضرين في صالة الأمير عبد الله الفيصل. في التوقيت اللي أنت بتفتتح فيه صالة الأمير عبد الله الفيصل كنت بتفتتح أيضا صرح رياضي كبير فرع مدينة نصر عام 93. والنادي شهد كمان في بداية الألفية الجديدة تطوير كثير جدا في المنشآت فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية، الملاعب، المناطق الترفيهية، الجزء الاجتماعي اللي كان مهم جدا كمان لعضو النادي الأهلي. المرحلة الأخيرة قلنا كانت في 2003 من مكتبة الأهلي اللي شهدت بالتأكيد وجود ملفات كثيرة جدا وكتب تاريخية وكتب لكل الأعضاء، يعني أنت ممكن كبير السن، الشاب، السيدة، الفتاة، الطفل يدخل مكتبة النادي الأهلي يلبي طموحاته كل هذه الأطر الثقافية داخل مكتبة النادي الأهلي. ومقر مدينة نصر من أنجح تجارب التوسع بين الأندية المصرية، وجاء هذا الفرع وهذا المقر نتاج تواصل وعطاء بين أجياله ورؤسائه وأنفق عليه لتأسيس إنشاءات رياضية واجتماعية وثقافية. أحلام وطموحات مجلس إدارة النادي الأهلي بدأت من الجزيرة ومقر الرئيسي من خلال مشروعات عديدة واتسعت لمدينة نصر ثم الشيخ زايد والتجمع الخامس. شفنا تقرير مع عضو النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي تحدثوا بالامس عن المشهد الجميل اللي كان موجود في فرع النادي بمدينه نصر، وحرص مجلس الاداره ان هو يجتمع كمان داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر في نفس توقيت الاحتفال باليوبيل الفضي. اهميه المناسبه قلنا ان هي جايه في اطار احتفالات النادي الاهلي مع الشركه الراعيه في توقيع عقد الرعايه. هيكون معانا كمان فيلم عن تاريخ النادي الاهلي والتطور
الحضاري أو التطور الإنشائي اللي شاهده فرع النادي الأهلي بمدينة نصر عبر سنوات وسنوات إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. الفقرة الرئيسية زي ما بنقول لكم هيكون معانا كمان المطرب أحمد دجمال، وزي ما أنتم شايفين المسرح خلاص بيستعد داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة لبداية الفقرة الفنية. وعايزين نقول إن الاحتفالات دي على فكرة مش بادئة من دلوقتي أو من نص ساعة، من بعد الساعة الخامسة على طول إن أعضاء النادي الأهلي في الجزيرة متواجدون داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، الكل بيصطف حوالين المسرح اللي بجوار الحديقة الرئيسية لمشاهدة الفقرة الفنية ومشاركة كمان أعضاء النادي الأهلي في الاحتفال باليوبيل الفضي اللي مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية حريصة إن يكون الاحتفال. بما إنك بتتكلم عن مدينة نصر، فالبعض كان يتوقع إن الاحتفال هيكون في فرع النادي بس في مدينة نصر، لكن أنت أيضا كمان عضو النادي الأهلي وعائلة الأهلي بما إنها كيان واحد، فالنهارده بتدي مساحه في مقر النادي الاهلي بالجزيره وفي فقره فنيه وفقرات مهمه جدا. ايضا غدا باذن الله في الشيخ زايد في فقرات اخرى كمان مختلفه في هذا الموضوع، وهيكون نفس البرنامج شغال النهارده كان في الجزيره وبالامس مدينه نصر، بكره ايضا كمان في الشيخ زايد هيكون من خلال الاداره التنفيذيه بيتنفذ برضه على ارض الواقع لكل عضو داخل النادي الاهلي عشان الكل يكون مشارك في هذه الاحتفالية باليوبيل الفضي. وعبال يا رب كمان بعد 25 سنة نحتفل كمان باليوبيل الذهبي، وفترة أخرى نحتفل بأيضا كمان 25 سنة على الشيخ زايد، ثم كمان نحتفل بافتتاح فرع التجمع الخامس قريبا بإذن الله عندما يبدأ العمل فيه على قدم وساق خلال الفترة القادمة. كل ما بيكون موجود داخل النادي الأهلي الناس بتشوف منشآت رائعة، و يعني عايز اتكلم عن الشكل الهندسي كمان اللي بتتبني بيه منشآت النادي الاهلي، لانك لازم تعبر عن هذه المنشآت من خلال كمان حاجه تعبر عن النادي الاهلي. يعني في الفتره الحاليه واحنا بنتكلم عن 25 سنه لفرع مدينه نصر ومقر رئيسي تاريخي في الجزيره وفرع في 6 اكتوبر وفرع في التجمع الخامس، انت كمان بتواكب التطور اللي موجود في التوقيت الحالي، بتحضر لشكل جديد لمقر النادي الاهلي بالجزيره من خلال اسوار بتعبر عن النادي الأهلي، وضع الشعار، وكمان إنك تستفيد منها كمان خلال الفترة القادمة في جزئية رعاية وتسويق. كمان مداخل البوابات الرئيسية إن شاء الله خلال الفترة القادمة هتشوفوها بشكل مختلف تماما، وده اللي عرضه الكابتن محمود الخطيب منذ فترة بسيطة في مؤتمر أو اجتماع ودي كده مع عائلة النادي الأهلي، بيوريهم الشكل اللي ممكن هيكون عليه البوابات الرئيسية للنادي الأهلي والأسوار الرئيسية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، عشان أي حد هو معدي سواء بجوار شارع حسن مأمون أو جوار الجبلية داخل النادي الأهلي بالجزيرة يعرف إن دي منشأة النادي الأهلي، ده المقر الرئيسي، ودي بالتأكيد فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، وده بالتأكيد خلال الفترة القادمة هنشوف حاجات مختلفة في الأمور الهندسية والشكل الهندسي وانت بتتكلم عن النادي الأهلي، عشان كل جزء داخل النادي الأهلي الناس تقدر تشوف تقولك ده مبنى اجتماعي النادي الأهلي، الشعار اللي عليه ده شعار النادي الأهلي، الجزء التاريخي ده جزء تاريخي من أكتر من 100 سنة، فده الحتة دي كان موجود فيها كذا، السور ده سور النادي الأهلي، النسر النادي الأهلي، الشعار اللي موجود على علم النادي الأهلي هيكون في مدخل البوابة في المقر الرئيسي في الجزيرة، أيضا كمان في مدينة نصر، والشغل على قدم وساق في هذه المسألة. هنطلع لتقرير معنا، في تقرير جاهز معنا صح؟ أكبر أندية القارة الإفريقية والشرق الأوسط، تأسس في عام 1907 على يد العديد من كبار الشخصيات الوطنية المصرية مثل عمر لطفي بيك وأمين سامي باشا ومصطفى كامل وطلعت حرب. ترأس الإنجليزي ميتشل آنس أول مجلس إدارة له عام 1909، ومن هنا كانت البداية. يملك النادي الأهلي القاعدة الأكبر من المشجعين المنتمين في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، والتي تزيد في مصر عن 70 مليون مشجع
بدأوا في التنامي منذ إنشاء فريق الأهلي لكرة القدم عام 1911. قدم النادي الأهلي حسين حجازي المحترف المصري والعربي والإفريقي الأول في تاريخ كرة القدم عندما لعب في العام نفسه لناديي دوليتش هاملت وفولهام في إنجلترا. كما أن قائد فريق الأهلي لكرة القدم التاريخي مختار التتش والذي سمي ملعب النادي الأهلي باسمه هو السبب الرئيسي في صعود منتخب مصر لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عام 1934 بإيطاليا. حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أكثر من 120 بطولة رسمية منحته لقب نادي القرن الإفريقي باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عام 2000. وظل النادي الأهلي على رأس الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية عالمياً حتى عام 2016 ب20 بطولة قارية في رصيده، وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات محرزاً المركز الثالث والميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006 باليابان. رئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب أحد أشهر أساطير كرة القدم في إفريقيا وأول مصري يتوج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب إفريقي عام 1983. سبقه في رئاسة النادي رموز عظام من أبرز الأسماء في تاريخ مصر والرياضة المصرية مثل صالح سليم وحسن حمدي والفريق مرتجي وجعفر والي باشا وأحمد عبود باشا وغيرهم. النادي الأهلي لا تتوقف عند كرة القدم فقط، فقد حصدت فرق الألعاب الجماعية بالأهلي ومنها كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة أكثر من 160 بطولة متنوعة، وكذلك يسيطر على كل بطولات الألعاب الجماعية للسيدات. إنجازات متتالية ونجاحات تتبعها نجاحات أكبر منذ تأسيس النادي الأهلي وحتى يومنا هذا، بطولات ورموز ومواقف تاريخية خرجت من مدرسة النادي الأهلي. أعظم أندية القارة الإفريقية والشرق الأوسط والذي لا يعرف إلا أن يكون رقم 1 وعلى القمة دائما، إنه النادي الأهلي. أهلا بكم من جديد. أعظم نادي في الكون النادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا. إحنا بنتكلم عن النادي الأهلي أو إحنا بيبقى لنا الفخر وإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي مش من خلال مواقف وتاريخ فقط، لكن كمان عندنا بطولات وعندنا أرقام قياسية وعندنا رموز وعندنا نجوم. كل دي حاجات إحنا بنفتخر بيها قدام أي حد، بنفتخر بيها في مصر، بنفتخر بهم كمان في الوطن العربي، بنفتخر بهم في افريقيا، بنفتخر بهم في اي مكان احنا بنروح فيه. واي مكان بنروح فيه مش بنتكلم بس على المستوى الاعلامي او على المستوى عضو النادي، لكن حتى مشجع النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، لك ان تفتخر وانت بتسافر خارج مصر وانت لابس تيشيرت النادي الاهلي ومتواجد في القاره الافريقيه وفي الادغال الافريقيه. بتبقى حاجه من جواك سعيد بيها لما بتبقى لابس تيشيرت بتاع النادي الاهلي وانت موجود في مباراه افريقيه في كينيا ولا في تنزانيا ولا في جنوب افريقيا، وبتبقى سعيد بالشكل اللي انت شايفه.
عموما خلاص الفقره الرئيسيه والفقره الفنيه هتبدا دلوقتي. اروح بسرعه الى مقر النادي الاهلي بالجزيره وبدء الفقره الفنيه والختام ان شاء الله في مقر النادي الاهلي بالجزيره اللي بيستعد خلال هذا اليوم للعديد من الفقرات لعضو النادي الاهلي. يلا شمس الدنيا تطلع لما تطلع نحكى منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد اسمك يا اللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع نحكى منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد اسمك بطلي تحلوي والوعي والشد يوم يكشر والحكي دايما يسكر يا ابني سابقة يلا بينا الحكي خليني اضحك ضحكتك بترد روحي ربنا وحده اللي يعرف وعشقك ازاي يا روحي الحكي خليني اضحك ضحكتك بترد روحي I'm not afraid of the dark.
شكرا. مساء الخير الاول. كل سنه وحضرتك طيبين. وانا بتشرف طبعا بوجودي. الحقيقه دي اول مره ابقى موجود في النادي الاهلي. وانا بتشرف بده جدا النهارده. و ايوه. وطبعا بنشكر جدا جدا شركه بريزنتيشن على المجهود الكبير اللي عاملينه النهارده الحقيقه. وبنبارك لهم على الرعايه، رعايه النادي الاهلي. طبعا حدث كبير وحدث مهم طبعا للكره المصريه عموما. وبنحتفل النهارده باليوبيل الفضي على تاسيس فرع مدينه نصر النادي الاهلي. وعايزين نعمل حفله حلوه بقى. جاهزين؟ سمونا سقفه حلوه كده الاول. يلا بينا. ليلة في العمر ليلة عمري معاكي بدا الليلة ليلة
كلنا. وياك اللي تمنيته كل اللي انا حلمت بيه، اول احساس حسيته معاك لقيت روحي فيه، مش لاقي كلام يوصف لك حب انا ليك قد ايه، ده انا لو اقول كلامي بدون هقول لك ايه ولا ايه. وياك اللي تمنيته كل اللي انا حلمت بيه، اول احساس حسيته معاك لقيت روحي فيه، مش لاقي كلام يوصف لك حب انا ليك قد ايه، ده انا نسرق من الدنيا شوية، يلا دلدل
أنا طبعا عايز أوجه تحية كبيرة جدا جدا للكابتن أحمد ناجي اللي نورنا النهاردة. أنا عايز أشوفه فين بس. فين؟ أيوه وصل كابتن. هنقول كل حاجة قديم جديد كله. اعذروني بقى انا واخد برد امبارح برد بس اسمعوني بالبرد بقى. بيكون وياي
وانكه صوتك. وانجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا وانا 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 انا انا صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني صوتك صوتك بيونسني وهواك
البعض بيحرسني الشوق نديل جواي ولا 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 الله عليكم. الله يخليك. حلو البرد. شكرا. نخلينا قديم ولا جديد ولا ايه؟ انت عايز جديد يا استاذ؟ حاضر. واحده كده يا اخويا. كلنا
يلا. حالا دلوقتي هنقول نشيد العاشقين حالا يلا مع بعض كلنا. اليوم ما قلبي شاف زيها
مخلوقات تسمع حيلي في رقصة هادية تسمع حيلي بقربي مني حيلنا عمري كل ربي عنه بس جميل نقولها تاني. ما في ناس معانا هنا عيد خطوبتهم بكره، محمد ويسرى هم حابين يحتفلوا بالمناسبه دي النهارده، فنقول لهم الف مبروك. انت يسرى ازاي؟ يسرى هنا اكيد، انت شايله بنت مش هينفع تبقى يسرى. فمبروك محمد ويسرى، خد بالك ها نكمل بقى هالمشوار. ها مش كتير عليك جمالك، الجمال عليك شويه، احلى صوره رسمتها لك وانت جنب قصاد عينيا. مش كتير عليك جمالك، الجمال عليك شويه، احلى صوره رسمتها مش كتير عليك حبيبي، انت اغلى من حياتي، وانت جنبي يا حبيبي كل
شيء حلو في حياتي مش كتير على كمالك الجمال على شوية أحلى صورة رسمتها لك وانت جنب صدعي دي كانت اهداء للنادي الاهلي بقى. حاضر. يلا دينا فوق كلنا Oh,
بإذنك وما فيش حد غيرنا هنا وشوف يا حبيبي تاريخنا يلا تاريخ والدنيا أنا ونجوم السما بإذنك وما فيش حد غيرنا هنا وشوف يا حبيبي تاريخنا يا ليالي يا ليالي خلينا كده على نار الشوق حبيبي هنا وما فيش ولا حاجة نقصانا يا ليالي خلينا كده على نار الشوق هنختم بحاجة قديمة بقى عشان هنقولها في آخر حاجة بعد اللي جاي ماشي خليني قاعد ممشيش ترارارا Shut up.
احلى ليالي. حافظيني انت حافظ وعيش احلى ليالي ويا حبيبي الغالي. يلا مالي من احزن انا مالي مالي طب وانا مالي وانا مالي من احزن انا مالي عيش احلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك اوي عيوني طب وانا مالي
بشكركم على الشباب الصغيرين دول والله. دول يا اللي شمس الدنيا تطلع. بشكركم. يلا مع بعض كلنا سوا. عايزين ننسى نشكر شركة البرزنتيشن على المجهود الرائع النهارده، وبشكر إدارة النادي الأهلي. إن شاء الله نرجع بكأس أفريقيا من تونس. يلا يا اللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة زي بعد اسمك. يا اللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع لك منك اللي زي بعد. اسمعك يلا واضحكي دايما يا سكر. يلا كلنا اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي ربنا وعد اللي عالم بعشقي ازاي يا روحي. اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي ربنا وعد اللي عالم بعشقي ازاي يا روحي. بشكركم جدا جدا، إن شاء الله نتقابل تاني كتير. تصبحوا على ألف خير. شكرا. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما تابعتوا الحفل الفني، ونهاردة حفل كبير جدا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة احتفالا باليوبيل الفضي لمرور 25 سنة على إنشاء الفرع الأول للنادي الأهلي في مدينة نصر، واحتفالات عائلة الأهلي دائما مستمرة يا رب في التوقيت الحالي، ومستمرة في كل مكان من مقر الجزيرة، من فرع مدينة نصر، من فرع النادي في الشيخ زايد، قريبا يا رب بإذن الله من فرع التجمع الخامس، والاحتفالات مستمرة. وبإذن الله نحتفل إن شاء الله يوم 9 نوفمبر بعد عودة فريق كرة القدم أيضا بإذن الله من تونس، وحاملا كأس أفريقيا إن شاء الله، ومن ثم يتأهل لكأس العالم للأندية. احتفالاتنا مستمرة في جميع المجالات وفي جميع القطاعات. دائما الأهلي بإذن الله رقم واحد، دائما الأهلي رائد في القطاع الرياضي، في القطاع الثقافي، في القطاع الاجتماعي، وأيضا كمان في مسائل الإنشاءات. النهاردة بنحتفل بيوبيل الفضي 25 سنة على إنشاء الفرع الأول لنادي الأهلي بمدينة نصر، فدائما عندنا انتصارات عديدة وعندنا إنشاءات متميزة، إنشاءات بتخدم الرياضة بشكل كبير جدا، بتساعد على صناعة البطل، بتساعد أيضا كمان داخل النادي الأهلي على تحقيق كل طموحات عضو النادي الأهلي، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الثقافية ومن الناحية الرياضية. لك أن تفتخر وكأنك داخل مقر الجزيرة وعندك صالة كبيرة جدا، صالة الأمير عبدالله الفيصل، صالة كبيرة تحتوي على العديد من المباريات اللي بتقام في لعبة كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، أيضا كمان مجمع سباحة أولمبي في الجزيرة وفي مدينة نصر، وأيضا في الشيخ زايد ملاعب تدريب كبيرة وكثيرة، سواء ملاعب نجيل طبيعي، ملعب مختار التتش الملعب التاريخي في مقر الجزيرة، وأيضا ملاعب تدريب لقطاع الناشئين وأكاديميات الأهلي، سواء نجيل طبيعي أو نجيل صناعي، ومباريات بتقام أيضا كمان لفرق الشباب داخل النادي الأهلي بمدينة نصر. مكتبة ثقافية، لأن الثقافة جزء كبير جدا من تاريخ النادي الأهلي. النادي الذي أنشئ عام 1907 وعلى مدار 111 سنة بيرسخ الثقافة داخل فروعه وداخل مقره الرئيسي، من خلال ندوات، من خلال حفلات، من خلال استضافة كبار الكتاب والمثقفين والنجوم والفنانين داخل مقر النادي الأهلي ووسط عائلة النادي الأهلي، وبرنامج عائلة النادي الأهلي بيطبق بحذافيره من أجل عضو النادي الأهلي، بدءا من صغير السن حتى كبير السن والأسرة الواحدة داخل النادي الأهلي. خلال الفقرات النهاردة اللي عرضناها والجزء اللي شفناه في الجزيرة والحفل الفني اللي كان بالتأكيد مهم كمان للمطرب أحمد جمال، عرضنا كمان جزء تاريخي متعلق بنشأة النادي الأهلي والألقاب التاريخية والألقاب المهمة جدا. النادي الأهلي واحنا بنتكلم عليه بيملك قاعدة كبيرة جدا من مشجعين كرة القدم، مش في مصر ولا في الوطن العربي وفي القارة الأفريقية، قاعدة مشجعين كبيرة جدا في الشرق الأوسط.
ملعب التتش، وهذا الملعب اللي سمي على كابتن التتش وكان احد الاسباب الرئيسيه في صعود ده مصر لكاس العالم سنه 34 في ايطاليا. فبالتالي انت بتتكلم عن رموز تاريخيين كبار جدا من الثلاثينيات والقرن الماضي حتى الالفيه الجديده. يمكن احتفلنا بلقب نادي القرن الافريقي عن القرن العشرين، والاهلي متربع على عرش القاره الافريقيه، واحنا دلوقتي في 2018 وبنقترب من ربع القرن الجديد، وايضا الاهلي باذن الله متربع على عرش القاره الافريقيه وبيحقق العديد والعديد من الالقاب القاريه، ويقترب ايضا كمان من تحقيق بطولات قاريه خلال الفتره القادمه باذن الله يا رب تكمل على خير من اجل هذا النادي العريق اللي رموزه بالتاكيد بيرسخوا مبادئ مهمه جدا والكل بيشتغل عليها وبتتورث للاجيال خلال الفتره القادمه. النهارده بنحتفل بيوبيل فضي لفرع كانت فكرته قلنا في منتصف السبعينات مع الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي الاهلي، وتبلورت الفكره ودخل التنفيذ فيها من خلال مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش رئيس النادي، ثم التنفيذ على ارض الواقع والمرحله الاولى افتتحت عام 93، وفي التوقيت ده كان الكابتن صالح سليم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي في هذه الفتره. استكملت الانشاءات والفروع والحاجات التاريخيه اللي شفناها في هذا الفرع والصرح الرياضي الكبير الى ان انتهت الاعمال بافتتاح المكتبه التاريخيه في وجود الكابتن حسن حمدي عام 2003 كرئيسا لمجلس اداره النادي الاهلي، ثم جاءت فكره فرع الشيخ زايد وفرع اكتوبر من خلال مجالس متعاقبه، وافتتحت ايضا في وجود الكابتن حسن حمدي ثم الكابتن المهندس محمود طاهر ثم الكابتن محمود الخطيب. استكمل كل هذه الاجراءات في خلال هذه الفتره بدءا من عام 2003 حتى 2018، واحنا بنتكلم دلوقتي وبنستعد باذن الله كمان لبدء العمل والانشاءات في فرع التجمع الخامس. اذا النادي الاهلي كيان اعظم نادي في الكون، عنده قطاعات رياضيه متميزه، شغل انشائي على اعلى مستوى. كمان واحنا بنتكلم على البطولات والالقاب بتتكلم عن ملاعب بتساعد ان تجيب البطولات دي، ملعب تدريب على اعلى مستوى، ملاعب ناشئين بتطلع لك قطاع ناشئين عندهم لاعبين مميزين جدا، كره السله وكره اليد والكره الطايره عندنا فيها رموز كبيره جدا ظهروا وخرجوا من مقر الاهلي بالجزيره، صاله امير عبد الله الفيصل اللي شارك تتويج الاهلي ببطولات عديده حتى العام الماضي او حتى العام الحالي، واحنا بنتكلم عن بطوله افريقيا للرجال، بطوله افريقيا للسيدات اللي نظمت داخل النادي الاهلي، كره السله ايضا وكره اليد كانت من العديد الالقاب القاريه اللي نظمت في صاله الامير عبد الله الفيصل. ما ننساش كمان احنا الفتره الجايه عندنا احداث رياضيه مهمه جدا، نهائي افريقيا يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفريق كره القدم يسعد الشعب المصري، الشعب المصري انت بتتكلم عن 70 80 مليون منهم اهلاوي والوطن العربي، فبتتكلم في سعاده كبيره جدا حتى وانت بتتكلم على هذه السعاده، ووقت ما كمان تم الاتفاق على مباراه السوبر المصري السعودي ان شاء الله نهايه الشهر القادم في شهر نوفمبر، والاتفاق الذي تم خلال الساعات الجاريه والحديث المهم اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب، ولقى رد فعل ايجابي جدا من المسؤولين هناك في السعوديه والاتحاد المصري والتنسيق في هذا الملف. الكل سعيد بكل هذه الانجازات الطيبه والرموز الطيبه اللي بتدي قيمه ومكانه لهذا النادي العريق وقيمه ومكانه النادي الاهلي وسط احبائه في مصر وفي الوطن العربي، والكل بيبقى سعيد لما بيكون موجود مع النادي الاهلي في اي مناسبه تاريخيه سواء مناسبه كرويه في كره القدم او حتى مناسبه اجتماعيه او اي مناسبه رياضيه. عندنا تقرير انا عايز اقول فيلم تسجيلي مصغر لشويه الانجازات او يعني الشغل الانشائي اللي اتعمل خلال الفتره الاخيره، واحنا بنستعد كمان لمرحله لسه. طيب الفيلم بالتاكيد انا عايز احضره لان الفيلم بصراحه انا متشوق ان انا اشوفه، يعني الفيلم فيه حاجات مميزه جدا عايزين نشوفها، لكن هنأجل الفيلم شويه لان كمان عندنا تقارير ان شاء الله هتتحضر معانا خلال الدقائق القادمه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، نشوف بقى كمان راي المسؤولين ونشوف كمان راي اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه او عائله النادي الاهلي رايهم في هذه الاحتفاليه، وشايفين ازاي النادي الاهلي بيحتفل باليوبيل الفضي لفرع مدينه نصر بعد 25 سنه 28 اكتوبر عام 1993، والنهارده واحنا بنحتفل في 26 اكتوبر باذن الله عام 2018 وعقبال اليوبيل الذهبي باذن الله بعد 25 سنه اخرى، ونحتفل بفرع الشيخ زايد بعد انتهاء العديد من المراحل كمان خلال الفتره القادمه. طيب واحنا بنتكلم على التقارير واللقاءات بالتاكيد لازم نروح لشبكه مراسلينا في الجزيره، عندنا لقاء مهم جدا مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، اليك الكلمه شريف. تحياتي لك يا زميلي محمد ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان هنا من نادي الاهلي اهلي الجزيره، بعد انتهاء الحفل الرائع اللي غنى المطرب الشاب الواعد احمد جمال معي المدير مقر نادي الجزيره استاذ خالد مرسي، نقول لك اهلا بيك على قناه الاهلي وتحياتي محمد سعيد ليك بجد، يعني اهلا بيك وشكرا على المجهود الرائع
شكرا على المجهود اللي انتم امتعتوا بيه النهارده اعضاء النادي الاهلي. الحمد لله، وده هدفنا وهدف مجلس الاداره وهذا الاداره التنفيذيه دايما امتاع اعضاء النادي الاهلي بصفه مستمره. وانت عارف احنا في مناسبه سعيده جدا بمناسبه ال 25 سنه اليوبيل الفضي لانشاء اول فرع للنادي، فرع مدينه نصر. عملنا حفله امبارح وحفله النهارده، اعتقد زي ما انتم شايفين العدد والاعضاء الحمد لله ما حدش متضايق، كلنا مبسوطين، الاعضاء مبسوطه جدا، ودايما مجلس اداره بيصمم دايما وفي اصرار دايما ان احنا نشتغل لصالح العضو وامتاعه، وبالاداره التنفيذيه وتوجيهات محمد بيه مرجان مدير التنفيذي ان احنا بصفه مستمره نشتغل لصالح العضو. وطبعا دي مناسبه سعيده جدا 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 ان احنا بنعملها لانشاء اول فرع في النادي، والحمد لله احنا كنا على اهبه الاستعداد من الصبح. وبالمناسبه بشكر كل الاداره اللي معايا من امن ومن خدمات ومن كل الادارات بحيث ان الشكل يطلع بالشكل اللي انتم شفتوه ده، وكل المنافس شغاله والكراسي والدنيا جميله جدا والناس مبسوطه. واعتقد ان احنا دايما دايما في صالح العضو ودايما في خدمه عضو النادي الاهلي. وبالمناسبه دي ان شاء الله ندعو كلنا ان شاء الله المناسبه اللي جايه سعيده جدا جدا، نهائي افريقيا بقى ونوصل للعالميه تاني وكاس عالم، وده الوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي العالميه، وان شاء الله نوصل العالميه تاني ان شاء الله. طيب قول لي، قول لي خالد بيه، ليه الاهلي غير حفله فيها عرفات نظام شديد جدا، الاعضاء في رقي عند الاعضاء انا عارف، ولكن الاداره التنفيذيه بتعمل مجهود قوي، بتعمل مجهود جبار من النظام اللي احنا شايفينه دوت، من التنظيم الرائع، الامن، المطاعم، بجد يعني لازم اقول لكم شابوه على شغل جامد ده. الحمد لله احنا بصفه مستمره بنشتغل لصالح العضو وبنشتغل بروح عيله واحده، ومفيش مدير ومفيش، كلنا بنشتغل بروح واحده لصالح العضو. فالحقيقه انا بشكر تاني الاداره التنفيذيه برئاسه العميد محمد مرجان ان احنا كلنا دايما بنصمم ان احنا اي حدث بنعمله في النادي في اي فرع من فروع النادي بنشتغل كلنا بروح واحده بحب، كله بيستعد على هبه الاستعداد. احنا من الصبح بدري جدا موجودين كلنا بنشتغل كتله واحده لصالح العضو، من امن ومن خدمات ومن نظافه ومن عدد الكراسي، الاستعداد لاستقبال العضو بصفه مستمره، منافس شغاله 24 ساعه لصالح العضو. دي الروح اللي احنا بنشتغل بيها، وده سر نجاح النادي الاهلي، ان على كل الاعضاء، المهم ان العضو في الاخر يطلع مبسوط مش لاقي حاجه فيها مشكله، ودي اللي احنا بنشتغل ودي الروح اللي بنشتغل بيها. محدش بيدخل نقطة عرق واحدة ان يوم زي ده يطلع بالشكل ده، واعتقد انتم شايفين رد فعل الناس ورد فعل اعضاء النادي الاهلي الحمد لله. امبارح مدينة نصر، الاهلي مدينة نصر، احتفال ال 25 اليوبيل الفضي، 25 حفلة ولا اروع. النهارده حفلة في الجزيرة، بكرة حفلة في الشيخ زايد. تبدا الساعة كام بكرة حفلة عشان الاعضاء تعرف؟ ان شاء الله بكرة نطلع ان شاء الله من الساعة 4، الحفلة على حدود الساعة 6 ان شاء الله في فرع الشيخ زايد بمفاجآت مش هنقول ايه ان شاء الله. مفاجأة قوية كالعادة النادي، امبارح كانت مفاجأة والنهاردة كانت مفاجأة، اعتقد الناس كلها اتبسطت. بكرة ان شاء الله تكملة اليوم الثالث على التوالي بسبب وبمناسبة انشاء فرع مدينة نصر سنة 93، 25 سنة ان شاء الله دايما الاهلي بتقدم 28/10/93 1993 25 سنة اليوبيل الفضي ان شاء الله باستمرار لغاية ما اليوبيل المئوي ان شاء الله 100 سنة ان شاء الله، ويدينا العمر جميعا والاعضاء يفضلوا مبسوطين كده وكل حاجه نعملها في صالح العضو ان شاء الله. دعواتك ودعواتنا ودعوات كل اعضاء وكل جماهير النادي الاهلي بافريقيا باذن الله. ده اللي انا بقوله اخيرا وليس اخرا، النادي الاهلي ان شاء الله دايما في المقدمه ان شاء الله، البطوله بتاعتنا ان شاء الله التاسعه ان شاء الله في مصر قبل ما نطلع تونس ان شاء الله يا رب. شكرا الله. شكرا فندم. شكرا زميلي محمد، ده كان لقاءنا مع مدير المقر الاستاذ خالد مرسي، والان عوده ليك، اتفضل يا محمد. زميلي شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي في هذا اللقاء الهام جدا وعلى المباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع الأستاذ خالد مرسي مدير المقر، وسمعنا وشفنا إزاي الاستعدادات كانت متواصلة واستعدادات جارية خلال الأيام القليلة الماضية للخروج بهذا الحفل بالذي يليق، يعني هذا الحفل يليق بفعلا بعائلة النادي الأهلي وبالنادي الأهلي من خلال ترتيبات أجريت خلال الساعات الماضية. وبالتأكيد جاءت هذه الاحتفالات في إطار احتفال عائلة الأهلي والنادي الأهلي كمان مع الشركة الراعية شركة بريزنتيشن سبورت وتوقيع عقد الرعاية خلال الأيام القليلة الماضية. احتفالات مستمرة غدا، ما تنسوش كمان زي ما الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومن خلال تواصل مستمر مع كل مديري الفروع وبالتأكيد الإشراف العام لهذه الإدارات مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، غدا أيضا احتفالية أخرى في السادسة مساء ستنطلق بإذن الله من فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد. واحنا بنتكلم على الشيخ زايد، والنهارده كنا في مقر الجزيره وبالامس في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر،
الفتره الاخيره في اعمال انشائيه وفي تطور هندسي ملحوظ جدا. الميزه في التطور الهندسي مش تطور خرسانه او تطور مبنى او انك بتشيل حاجه قديمه وبتطورها بحاجه جديده. الميزه والشكل الجمال اللي احنا هنشوفه في التطور الهندسي داخل فروع الاهلي المختلفه انك بتعبر من خلال هذا الشكل الهندسي عن قيمه ومكانه اعظم نادي في الكون وهو النادي الاهلي. اي حد لما بيشوف مبنى يعرف ده مبنى النادي الاهلي، ده سور النادي الاهلي، ده مقر النادي الاهلي. نخرج لتقرير وفيلم تسجيلي مهم جدا، انا متشوق بجد ان اتفرج عليه لان هنشوف ازاي التطور الانشائي والمراحل السابقه وما هو قادم كمان خلال الايام القادمه والشهور القادمه للشكل الهندسي الجديد سواء في مقر الجزيره، فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد. نخرج لهذا الفيلم التسجيلي ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما تابعتوا وشفتوا في هذا الفيلم التسجيلي، التصور الهندسي والشكل الهندسي للانشاءات والاعمال الهندسيه اللي بتقام في التوقيت الحالي وبدات منذ فتره وخلال الفتره القادمه في مقر الجزيره وفرع مدينه نصر اللي بنحتفل به النهارده، وايضا فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. عنوان هذا الفيلم التسجيلي هو الاحلام والطموحات، احلام عائله الاهلي وطموحات جمهور الاهلي وعائله الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي من اجل ان يكون النادي الاهلي دائما وابدا رقم واحد، رقم واحد في عدد الفروع، رقم واحد في عدد البطولات، رقم واحد في المواقف التاريخيه، رقم واحد في التصورات الهندسيه لمنشاته الرياضيه اللي ظهرت بهذا الشكل اللي بيفتخر بها اي واحد اهلاوي. كلمه اخيره اختم بها هذه التغطيه الخاصه، دائما وابدا بنراهن زي ما راهنا سابقا على وعي الجمعية العمومية في النادي الأهلي لاعتماد لائحة النظام الأساسي، أيضا بنراهن على وعي جمهور النادي الأهلي، جماهير الأهلي اللي بتقدر بملايين في مصر وفي الوطن العربي الكبير خلال الفترة القادمة، زي ما كان دورها إيجابي خلال الفترة الماضية ومساندتها للنادي الأهلي في كل مواقفه وفي كل قراراته، الفترة القادمة أيضا ننتظر ويعني بنعتمد على وعي جمهور النادي الأهلي لمساندة النادي خلال الفترة القادمة. عندنا أحداث رياضية مهمة جدا، مباراة الترجي التونسي خلال الفترة القادمة، لا حديث يعلو في أي شيء أيا كانت الأمور التي يتحدث فيها المغردون أو السابقون أو من يسعى إلى يعني أن هو يتكلم في أي أمر آخر عشان يشغل تفكيرنا بمباراة نهائي إفريقيا. جمهور النادي الأهلي عارف كويس جدا مصلحة فريقه، مصلحة ناديه، الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين من أجل المباراة القادمة. 180 دقيقة على حلم إفريقي جديد، لقب قاري جديد من أجل هذا النادي العريق، عودة للأمجاد مرة أخرى، عودة لكأس العالم للأندية يا رب بإذن الله. فبالتأكيد بنراهن على وعي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة من أجل بإذن الله استكمال المسيرة والتواجد بشكل قوي في المحافل الدولية ودائما وأبدا، وأنت نادي القرن الإفريقي ومحملا بالعديد من الألقاب القارية ودائما في مقدمة البطولات الأفريقية القوية جدا في هذا القرن الجديد، القرن 21. الفترة القادمة بإذن الله كمان في متحف النادي الأهلي هيكون في الجزيرة، فعندنا أحداث كثيرة يا رب خلال الفترة القادمة. لكن في نهاية هذه التغطية الخاصة واحتفالا باليوبيل الفضي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد مرور 25 سنة على إنشاء أول فرع للنادي الأهلي في مدينة نصر، نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى يا رب بإذن الله خلال الفترة القادمة الأهلي دائما في انتصارات واحتفالات بإذن الله، وإلى اللقاء في أحداث رياضية أخرى.